لا تزال أزمة مناظرات الرئاسة الأمريكية تلقي بظلالها على المشهد الانتخابي. ترامب يرغب في مواجهة منافسه وجها لوجه، بينما يرى بايدن أنه من الأفضل أن تكون المناظرة عن بعد منعا من انتقال عدوى فيروس كورونا الذي أصيب به ترامب. من جهة أخرى، استبعد مسؤول في البيت الأبيض حضور الرئيس تجمعا انتخابيا كان قد وعد به يوم السبت على أن يعاود نشاطه ربما يوم الاثنين. فما مصير المناظرات الرئاسية الأمريكية في ظل تلك الخلافات بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي؟ نذهب إلى مراسلنا في واشنطن إياد الجغبير. إياد، كان في أخبار أن ترامب ربما يوافق على مقترح للديمقراطيين بتأجيل المناظرة حتى تكون وجها لوجه بعد التأكد من شفاء ترامب بشكل كامل. إلى أين وصلت هذه المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين؟ نعم يوسف، بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، الأمور أو المشهد الانتخابي تغير كثيرا، خاصة في موضوع المناظرات. المناظرة القادمة كان من المفترض أن تتم في ولاية فلوريدا في مدينة ميامي في منتصف الشهر الحالي، لكن لجنة الانتخابات النيابية بالأمس قالت بأن هذه المناظرة سوف تتم افتراضيا ولن تكون واقعية. بعدها بقليل خرج الرئيس ترامب وقال بأنه لن يشارك في هذه المناظرة إذا كانت افتراضية، بينما جو بايدن وحملته الانتخابية رحبوا بهذا القرار وقالوا بأنه يحافظ على السلامة العامة سواء لجو بايدن أو للعدد القليل من المشاركين. المراقبون يروا بأن مصير المناظرة القادمة التي كان من المفترض أن تتم في ميامي وصلت أو دخلت في خندق يبدو بأن الخروج منه بات صعبا، خاصة بأن لجنة الانتخابات الرئاسية من الصعب أن تعود عن قرارها مرة أخرى. لكن الآن الأضواء أصبحت أيضا تناقش مرة أخرى ما هو مصير المناظرة الثالثة التي كان من المفترض أن تتم في 23 من الشهر الحالي في ولاية تينيسي. واضح. شكرا جزيلا لمراسلنا من واشنطن إياد الجغبير. انضم إلينا الآن من واشنطن الباحث في معهد آر ستريت جيمس وولنر. أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار. برأيك، هل إعلان ترامب أنه سيشارك يوم السبت في هذه الحملة الانتخابية ثم إعلان دكتوره بأنه لن يشارك، ربما سيتأجل ظهوره إلى يوم الاثنين، هذا مؤشر على أن الرئيس ترامب لم يشفى تماما بعد وعليه الانتظار؟ قطعا كان هذا أسبوع سيء جدا بالنسبة لحملة ترامب ولرئيس ترامب، وطبعا يحتاج إلى القيام بشيء ما وذلك لتغيير الزخم وأن يغيروا الخطاب. وطبعا بما أنه كان بعيدا الحملة فمن المرجح أن هذا بالنسبة للشعب الأمريكي أمرا صعبا عندما يكون هناك انتخابات، وأيضا هو يرغب في أن يعود إلى الانتخابات، وأي شخص سيقوم فيه بتأجيل الأحداث الانتخابية. وأعتقد أن هذه علامة وإشارة إلى أنه إلى حد ما غير قادر على هذا النشاط وأنه لم يتعافى 100%. طيب، بالنسبة لمناظرته مع جو بايدن، لماذا برأيك يرفض ترامب أن تكون عبر الإنترنت؟ لماذا يصر على أن تكون وجها لوجه؟ وهل يعني لجو بايدن الحق فعلا في أن يخشى من انتقال العدوى؟ أعتقد أن طبعا الأمر يتعلق ببايدن وليس بترامب. دونالد ترامب كان في الأحداث التلفزيونية لساعتين، كان هناك الكثير من الضغط عليه، وأيضا كان الأمر لفترة طويلة عليه، وليس من الواضح أنه 100% قد تعافى لأي سبب من الأسباب. إن لن يكون أدائه جيد في هذه المناظرة فهذا سيكون إشارة على ضعفه، وبالتالي أتوقع أن ما يفعله هو أنه يحاول أن يحاور وأن يتلاعب. وأيضا اللجنة الانتخابية لديها الحق في إلغاء المناظرة، وبالطبع أعتقد أن هذه إشارة على ضعفه. برأيك يعني بايدن لو أصيب بفيروس كورونا
هل سيحصل على نفس الرعاية الصحية والطبية والأدوية التي حصل عليها الرئيس ترامب؟ أليس من حق بايدن أن يخشى من انتقال العدوى له؟ أعتقد أن الجميع لديه الحق في أن يخشى الإصابة بالفيروس، وأيضا بايدن ليس لديه أي التزام بالمشاركة، وأيضا على أي شخص منهم طبعا أعتقد أن الرعاية الصحية والرعاية الطبية التي يحصل عليها ترامب هي التي سيحصل عليها أي شخص وسيحصل عليها بايدن إذا ما أصيب، ولا أعتقد أن هناك اختلاف أو تمييز. أعتقد أن الأمر يتعلق بدونالد ترامب وإلا وأيضا ليس بجو بايدن في ظل هذه الظروف. طيب إلى أي درجة برأيك سيؤثر هذا الوضع المرضي على حملة الرئيس ترامب؟ البعض يقول بأنه ربما جمع بعض التعاطف والشعبية من خلال مرضه ومحاربته المرض والظهور بهذه القوة، والبعض الآخر يقول أنه خسر الكثير من الزيارات للولايات. كيف ترى أنت تأثير ما حدث على شعبية ترامب؟ أعتقد أن هناك عدد من الجمهوريين الذين كانوا يشتكون أن البلاد حول ترامب، لأنه كان طبعا المرض يشير إلى أن كان يسعى إلى الحكم كرئيس للبلد بأكملها. إذن أعتقد أنه لم يكن هناك أي نوع من التعاطف مع المواجهين لترامب، وأعتقد الجميع يرغب في أن يشفى. ولكن طبعا فيما يتعلق بالمناظرة فأن هذا يجعله بعيدا عن المناظرة، وهو يرغب في أن يحاول مسار الزخم في هذه الحملة، وذلك من خلال الخروج ورؤية الأشخاص. وأيضا ما فعل هذا المرض هو أنه جعل الجائحة في بؤرة الضوء، وأيضا أعتقد أن هذا هو الجدل الذي سوف نستمع إليه من قبل المرشحين، وأعتقد أن هذا ليس بالجيد بالنسبة للرئيس. شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن الباحث في معهد R Street جيمس وولنر.